السيدات والسادة، مساء الخير. من الجامعات المصرية خرج دائماً إلى العمل العام مفكرون وعلماء أفذاذ يمتلكون العلم والرؤية والإبداع، واستطاعوا في فترات عديدة أن يؤثروا ويغيروا، سواء من خلال مواقعهم الأكاديمية أو عبر مناصبهم التنفيذية أو من خلال كتاباتهم وتحليلاتهم المهمة للقضايا مجال اختصاصهم. من هؤلاء المفكرين ضيفنا اليوم أستاذ وكاتب وقانوني واقتصادي قدير، ينتمي لعائلة مصرية كان لها دورها الكبير في الفكر والثقافة والصحافة والعمل الوطني. تولى ضيفنا في فترات عديدة مواقع مهمة، وطالما كانت له آراء ومواقف مشهودة في أوقات صعبة مرت ببلادنا، اليوم نسأله عما نمر به مع العالم من أزمة اقتصادية صعبة بسبب تداعيات الحرب الطاحنة في أوروبا بين روسيا وأوكرانيا، ونسأل عن مسارات التنمية ومستقبل الاستثمار، عن دور الدولة وعن القطاع الخاص، عن النخبة السياسية، وأيضا ما ينتظره المصريون من الحوار الوطني الدائر حاليا في بلادنا، عن الرأي والرأي الآخر، الرؤى والأفكار وسبل العبور إلى المستقبل. حديثنا اليوم من مصر، أهلا بكم.